بسم الله الرحمن الرحيم. نظم فيما كرر استفهامه لأبي جعفر ويعقوب وخالف العاشر، نظم العلامة محمد بن عبد الرحمن الخليجي الحنفي رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: وعن أبي جعفر أخبر أولا، واعكس بأولى الذبح واقعة جلا، وأخبر ليعقوب بثان مطلقا، لا عنكب فعكسه فيها ارتقى، وموضع نمل قرأ مستفهما، وخلف كالأصل في الكل انتما.